أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب اللغة العربية لغير الناطقين في الأسبوع الأول. أهداف هذا الأسبوع أعزائي الطلاب: يستخرج الطالب الأفكار الرئيسة في النص المسموع، ينتج نهاية قصة حوارية، يقرأ النص قراءة صحيحة ومعبرة. التحدث عزيزي الطالب: اللغة هي الوسيلة أو طريقة التواصل بين البشر، ومن الممكن أن تكون اللغة منطوقة أو مكتوبة، وكل لها مهارة خاصة. وتعتبر لغة التحدث هي اللغة الأكثر شيوعاً بين الناس، ولكن مهارة التحدث لا يملكها الكثير ولا يستطيع تطبيقها في الحياة اليومية. أما ما هي مهارة التحدث؟ هي يتمتع بها الشخص من الفطرة، أو يتم تعلمها واكتسابها من خلال تعليم ذاته. ومهارة التحدث أما تكون مكتوبة أو في شكل رواية، وكل نوع له مهارته الخاصة، وتطوير هذه المهارة يعتمد على الممارسة والاستماع، حتى يستطيع الفرد التعبير عن احتياجاته والتواصل مع الآخرين وفهمهم. تعريف مهارة التحدث عزيز الطالب: هي قدرة الأشخاص على التحدث في أي وقت وفي أي موقف يحتاج إلى استخدام اللغة الخاص بها، مثل: ما هو عملك؟ مع من تتحدث؟ إذا وددت أن تصبح شخصاً اجتماعي، يجب عليك التواصل مع أصدقائك وعائلتك، ونقل وسائلك وإلى الآخرين، ومعرفة قواعد مهارات التحدث، وتحسين القوة اللفظية، وأن تضع في الاعتبار إلى من تتحدث والوقت الذي تتحدث فيه، حتى تتمكن من الوصول إلى أهدافك. تستخدم مهارات التحدث في العديد من المواقف التي نتعرض لها يومياً، وتساعدنا في التواصل مع الآخرين. ومن بعض هذه المواقف: علماء النفس والمستشارين، المذيع في نشرات الأخبار، المقابلات الشخصية في التقديم لوظيفة جديدة، استخدام هذه المهارة في الحصول على حقوقك، مهنة المحاماة والقضاء، التعبير عن المشاعر بشكل صحيح في العلاقات العاطفية والزواج. ويعتقد العديد من الأشخاص أن لديهم مهارات التحدث ولا يحتاجون إلى المزيد من تعلمها، ولكن ليس اعتقاد الشخص بنفسه هو المعيار، إنما من يحدد أنك تحتاج إلى تعلمها هم الأشخاص الذين يتعاملون معك والصورة التي كونها الناس عنك. أما القراءة عزيزي الطالب، هي عملية عقلية، وتعني إدراك القارئ للنص المكتوب وفهمه واستيعاب محتوياته، وهي عملية تفاعلية بين القارئ والكاتب، وتعتبر نشاطاً للحصول على المعلومات، حيث يتم قراءة هذه المعلومات إما بصمت أو بصوت عالٍ، ويجب على الشخص أن يكون قادراً على النطق وفهم الكلمات والحروف والإشارات والرموز الموجودة في النص. يساعد وضع أهداف للقراءة أهداف واضحة في تحسين كفاءة القراءة بشكل كبير، حيث يتم تجاهل أجزاء وأهداف غير مهمة والتركيز على المهمة بسهولة. تعلم مفردات جديدة: لجعل القراءة عملية ناجحة، يجب إعداد قائمة بالمفردات الجديدة التي تمر على القارئ أثناء قراءته، والبحث عن معاني هذه الكلمات لفهم محتوى النص. اختيار البيئة المناسبة: تحتاج القراءة إلى التركيز والراحة، لذا يجب اختيار مكان هادئ ومريح بعيداً عن الإزعاج، حيث يمكن إنشاء مكان مخصص للقيام بها، والذي يعمل كذلك على تحسين المزاج للقراءة. القراءة السريعة: تهدف هذه القراءة إلى الحصول على معنى وفكرة عامة عن محتوى النص، ويتم ذلك عن طريق تمرير العينين على الجمل والعبارات التي تحتوي على التفاصيل، ومن ثم التركيز على النقاط الرئيسة والخطوط العريضة في النص. هناك فوائد للقراءة عزيزي الطالب: تخفيف التوتر، تنشيط الذاكرة، تطوير المهارات الكتابية، الشعور بالراحة والهدوء، تنمية العقل، زيادة التركيز، تعزيز قدرة ووظائف الدماغ، وجعل الشخص أكثر ذكاء، أيضا تقوية مهارات التفكير التحليلي. إذا عزيز الطالب، هي القراءة هي مهمة جدا في إدراك القارئ للنص وفهمه واستيعابه ومحتوياته، وهي أيضا عملية تفاعلية بين الكاتب والقارئ، وتعتبر نشاط للحصول على المعلومات
حيث يتم قراءة هذه المعلومات كما قلنا إما بصمت أو بصوت عالي. شاكرة أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.